Alaa Ahmed has created an innovative way for tourists to blend ancient Egyptian fashion with information technology. The designer made a dress embroidered with pharaonic designs and a QR code that once scanned offers information on the country's top tourist attractions. طبعا ده الكود اللي انا استخدمته في التصميم موجود في الكم بحيث ان هو ما يبقاش باين حاجه بارزه لوحدها يبقى من ضمن التصميم وموجود عليه الداتا اللي انا حطيتها على الابلكيشن كلها بنعمله سكان بالطريقه دي بيبقى معانا الابلكيشن موجود على الموبايل موجود بثلاث لغات طبعا بنختار اللغه اللي احنا عايزينها وبنفتح ناخد بس سكان للكود بيفتح لنا الابلكيشن وموجود فيه كل المعلومات اللي احنا حاطينها ال 22 موميا وموجود الاماكن السياحيه في مصر كلها بنفتح اي مكان سياحي بيظهر لنا كل المعلومات والداتا الخاصه بيه بأي لغة موجودة طبعا ممكن نطور ونعمل لغات تانية أكتر هو دلوقتي موجود بثلاث لغات فعملت البراند ده مفروض ان هو كذا تصميم نفذت منه واحد فكرته ان هو يكون مطبوع عليه حاجات فرعونية او تطريز حاجات فرعونية يعني مستلهم من الحضارة الفرعونية عموما ويكون عليه QR كود موجود على الكم بتاعه الQR كود ده مفروض ان هو بيساعد السياح على كذا حاجة اول حاجه ان السائح بيبقى معاه ابلكيشن على الموبايل بتاعه بيقدر بقى بسهوله ان هو يعمل سكان للكود ده ويدخله على المعلومات اللي احنا حطيناها على الابلكيشن Sewn in the sleeves of the dress wearers can use their mobile phones to scan the code taking them to an application with names addresses operating times and prices of Egypt's main sites تاني حاجه الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر عن مثلا المتاحف والمساجد والأماكن الأثرية موجود عنها معلومات بقى عن أساميها وعن عنوانها وعن الفترة اللي ممكن السائح يقضيها جوه المتحف قد إيه عشان يساعده إن هو مثلا يعمل برنامج سياحي لو هيروح المتحف ده دلوقتي وبعده كذا وبعده كذا فيبقى عارف إن هو هيقضي وقته إزاي ومعلومات والتذاكر طبعا سعرها إيه للمصريين والأجانب ومعلومات عن المكان نفسه بيضم اثار ايه علشان لو مثلا سائح جاي لوحده جاي مش معاه مرشد سياحي ممكن يستفيد بده ان هو يعرف معلومات عن الحاجات اللي قدامه Originally created for her university graduation project Ahmed requires funding to bring her brand Pharaohs to life and create several other designs for dresses she has sketched out as well as expanding her fashion line to include options for men and children. فان انا اعمل حاجه مستلهمه من الحضاره الفرعونيه وفي نفس الوقت تكون حاجه مودرن تنفع تتلبس دلوقتي ده كان اكتر حاجه صعبه ان انا ادمج ما بينهم التاني حاجه ان انا اطبع اصلا النقوش دي على الفستان واعمل التطريز والحاجات دي كان وقت كورونا طبعا وكان صعب ان انا اتنقل وانزل والاماكن كلها كانت غالبا مقفوله حلمي طبعا ان الفكره دي تتنفذ على ارض الواقع واقدر اطورها واقدر انفذ بقيه التصميمات لانهم طبعا كذا تصميم ومش متنفذ منهم غير واحد بس فاقدر انفذها كلها واعمل منها للرجال والسيدات والاطفال ويبقى في براند باسمي ويكون خاص بالحضاره الفرعونيه لانها حاجه اكتر هتفيد مصر ويبقى موجود منه كذا فرع طبعا موجود في مصر وبره مصر حاجات تشجع السياح ان هم ييجوا وفي نفس الوقت ان انا اطور الابلكيشن واقدر ازود معلومات كتير اكتر عن مصر Hope you like this video. Please share it and also subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you.